السلام عليكم. موضوعنا لهذا اليوم عن نوع من أنواع المكحلة، ترادس كانتيا. طبعا هو كل المكحلة يسمى ترادس كانتيا، لكن اليوم راح نشرح لكم عن هذا النوع. طبعا هذا النوع يعتبر من أجمل أنواع المكحلة. أنا منزل تقريبا يمكن حلقتين أعتقد أو ثلاثة عن يعني نوعين أو ثلاث أنواع مع المكحلة، فاليوم إن شاء الله راح نسولف عن هذا النوع. المكحلة بيها أكثر من 70 نوع، تمتاز بجماليتها، سهولة العناية، سهولة الإكثار. نبات يعني سهل جدا بالإكثار وسهل بالعناية، ولو أنه أعتقد هسه أكو ناس راح تعارضنا بهاي المسألة، لكن هو هذا المعروف عنه. النبات دائما يكون مزهر، تقريبا يكون مزهر على مدار العام، لكن بالأجواء الحارة تقريبا يبدي التزهير مالته. يعني هو يزهر لكن ما راح يقاوم عندكم، راح يتلف بسرعة. يعني مثل هسه هاي اللي جاي تشوفوها، هذه كانت مزهرة لكن يتلف بسرعة. النبات طبعا يحب الرطوبة العالية. بأصله كل أنواع المكحلة تكون هي خارجية، لكن بعض الأنواع ما تتحمل درجات الحرارة المرتفعة مالتنا. يعني مثلا هسه هذا النوع اللي جاي تشوفوه أمامكم، النوع اللي شرحت عنه بالحلقة الأولى، هذه أنواع يعني ما تتحمل الحرارة القوية مال جونا، فلهذا نضطر أنه ننصح خلال الصيف والجو الحار أن تكون داخل المنزل. لكن هي إذا خارج المنزل راح تنتعش أكثر، انتعاشها راح يكون أكثر، النمو مالتها راح يكون أكثر. عندكم مثلا نوع اليهودي او الزاحف اليهودي، هذا لا، هذا يعني خارجي يتحمل الاجواء مالتنا، هو وسفينه نوح. وان شاء الله يعني سفينه نوح بس تتوفر عندي هم اشرح عنها. اما هاي النوعيات فيفضل يعني بالصيف بدرجات الحراره يفضل ان تخلوها داخل المنزل. فاليوم راح نعطيكم نبذه مختصره عن طريقه العنايه بهذا النوع. اولا التربه، طبعا هو ينزرع بجميع انواع الترب، يعني تقدر الزرعه بالزميج وتقدر الزرعه بالبتموس او بتموس سوبرلايت، يعني انتم مخيرين. لكن يفضل انه هذا النوع اذا اشتريته ان تزرعوه بالبتموس، خصوصا هذا النوع طبعا عندنا مستورد من منشأ يجينا من هولندا، يعني تجي بتربه بتموس وتربه مرتبه. والمنشأ الثاني يجينا من إيران، لا التربة مالته عبارة عن تراب يكون صلب. فهنا إذا تقدرون ترجعون للحلقة مال طريقة استبدال التربة الصلبة، أنا منزل حلقة عن هذا الموضوع، وتشوفوها وتشوفون شلون طريقة استبدال التربة مالتها. يفضل يعني لأنه التربة الصلبة راح تأثر عليها. المكان خلال الصيف مثل ما سولفنا لازم تخليها داخل المنزل، أما بقية المواسم تقدر تخليها خارج المنزل بدون أي خوف. بس بالشتاء توفر لها غطاء بلاستيكي حتى تحميها من البرودة القوية. زين، من خليتها بالصيف داخل المنزل، لأن يعني مثل ما ذكرنا يعني بالصيف داخل المنزل، أو مثلا النبات عجبك وتريد تخليه على مدار العام داخل المنزل، حاول بالدرجة الأولى أن تختار لك مكان يكون إضاءة جدا ساطعة، يعني إضاءة قوية، حتى إذا مو إضاءة الشمس يعني إضاءة مال جلوبات بس تكون ساطعة. ومو مشكلة إن كانت الإضاءة صفراء أو بيضة، بس أهم شيء تكون إضاءة قوية لمدة من 10 إلى 14 ساعة. يعني مو تخلي 24 ساعة، لا، يعني هالمدة 10 أو 14 ساعة. هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية، يفضل أنه لا تخلي مكان جاف، لأن هذا النبات يحب الرطوبة العالية. فأنت اختار لك مكان بالبيت يكون بارد نسبيا. ولهذا هسه هواي ناس يعني جاي كتبوا لي بالتعليقات أنه دخلناها داخل البيت جاي تجف. النبتة جاية من مناطق استوائية، يعني من أمريكا اللاتينية وغيرها، فهاي غابات مطيرة، فالنبات استوائي يحب الرطوبة العالية، يعني الرطوبة اللي تكون محيطة بالنبتة مو السقي. اكو فرق بين السقي واكو فرق بين الرطوبة المحيطة بالنبتة. وطبعا قلة الرطوبة الجوية اللي تكون محيطة بالنبات
هذه هي اللي جاي تسبب المشاكل للنباتات. يعني يفضل انه حاولوا جهد امكانكم ان توفروا الرطوبه لنباتاتكم. هسه واحد مثلا يقول انا لا مخليها يم سبلت، مو هو السبلت اصلا يسحب لك كل الرطوبه. فانت هنا لازم تستخدم صينيه تترسها حصو وتترسها مي وتخليها اسفل السندانه، وان شاء الله هاي الطريقه راح انزلها لكم. هذه توفر نوعا ما رطوبه للنبات. حاولوا ان تستخدمون جهاز الترطيب، هسه حاليا دخلت عندنا هاي الاجهزه مع الترطيب، لكن لا تنسون انه هذا الجهاز بحده ما راح يكفي، فانتم استخدموا الطريقتين متوازيه حتى توفر اكثر يعني رطوبه ممكنه للنباتات. السقي طبعا على مدار العام الاجواء المعتدله تسقيها باعتدال بدون اي افراط. فتجي مثلا تفحص التربه تشوفها، يعني اذا بيها شويه جفاف تسقيها. حاول انه لا تعطش النبات اكثر من اللازم ولا تفرط بالسقي، فخليك معتدل ويا النبات. بالصيف هنا المساله تختلف، تكون عن نقيض حكم انه الجو حار، النبات يحب الرطوبه العاليه، فانت حاول انه السقي مالتك يكون مثلا تسوي لك جدول، خصوصا هو النبات داخل المنزل، يعني مثلا كل 3 ايام، كل 4 ايام اذا بيتكم يعني تشوفه يعني درجه الحراره مالته زينه فكل 4 ايام. بس اذا تشوفه لا شويه يعني الجو حار داخل المنزل، كل 3 ايام تسقيها. التسميد طبعا تقريبا تسمد على مدار العام بالأسمدة المركبة، يعني سماد الNPK المتعادل وسماد عنصر الحديد، لكن اكو أسمدة تكون يعني هاي اللي تنرش على التربة واكو اللي تنحل بالماء، فانتم تستخدموا له السماد اللي ينحل بالماء، يعني مو السماد اللي تجي ترشه له على التربة، لا السماد اللي ينحل بالماء وتسقي الى سقي للتربة او تبخ الورق مالته بالشهر مرة. هذا كل ما يتعلق بنبات الإتراجس كانتيا أو المكحلة. نتمنى أن تكون حلقة مفيدة ونتمنى أن نكون أفدناكم وثيم الله.